لكن احنا هنوري حضراتكم برضو حاجة تانية مع كابتن خليل، نشوف هدف كابتن خطيب في كتوكو، شوف كابتن خليل هيعلق عليه ازاي. اتفضلوا. مواجهة في لحظاته الأخيرة، الأمر لم يحسم بعد، لكن بأقدام الخطيب يسجل كما جرت العادة، وبالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء ليسكت كل الأفواه. وصلت من من؟ بدأت من حسام إلى حبيبه، وبيبو بيبو بيبو بالقدم اليسرى. هدف في توقيت مميز جدا للأهلي، يقوده من أجل لقب جديد. هايل هايل، حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة جدا الحقيقة كابتن خليل.